مرحبا بكم. عانى من الامساك لمدة 22 عام ولن يصدق أحد ماذا وجدوا عندما فتحت معدته. سنتحدث اليوم عن أغرب وأعجب الأشياء التي تم إخراجها من أجساد الأشخاص. فهذه الأشياء التي أدهشت من يراها سوف تدهشكم أنتم أيضا. أولا، الخاتم. أراد شاب يدعى سيمون هوبر أن يتقدم للزواج من خطيبته، فذهب إلى محل المجوهرات واختار خاتمين، ولكن اختفى أحد الخاتمين بعد فترة. شك بائع المجوهرات بهوبر وأبلغ الشرطة التي سرعان ما ذهبت للبائع، وقامت بتفتيش هوبر على الفور، وعندما لم يجدوا الخاتم قاموا بعمل أشعة لهوبر ووجدوا الخاتم في معدته. ولاحقا سجن هوبر حتى يدخل الحمام ويخرج الخاتم ويعطيه للبائع. ولكن الخاتم الذي تم إخراجه من معدة هوبر لم يتم بيعه بأي شكل من الأشكال. حسنا، هل تريدون شراء مثل هذا الخاتم؟ ثانيا، الطفل الحجرية. في عام 2009 وجدوا ببطن امرأة صينية تبلغ من العمر 92 عام جنينا متحجرا لمدة 60 عام. هذه السيدة قد حملت وهي تبلغ من العمر 31 عام، ولكن الجنين لم يكتمل وتوفي وبقي في بطنها وتحجر طوال هذه المدة. ولكن السيدة لم تدرك هذا إلا عندما بلغت 92 عام. أدهش هذا الجنين الجميع وعلى رأسهم الأطباء، وأخرجوا هذا الجنين من بطنها بعملية جراحية. ثالثا، الغراء. أرادت كثير من السيدات في السنوات الأخيرة أن يكون لديهن سيقان ممتلئة وأن يصبحن عارضة أزياء. قامت بإجراء العديد من العمليات الجراحية التي لا حصر لها لكي يكون لديها ساقان ممتلئتان. العديد من العمليات التي قاموا خلالها بوضع السيليكون بسقانهم، ولكن هذا الأمر أصبح مشكلة لسيدة بأمريكا. عانت هذه السيدة بعد العملية كثيرا، فذهبت لطبيب آخر وتم فحصها، وعرفت أن هناك مواد كيميائية مثل الإسمنت والغراء وغيرها موجودة بساقيها. وعلى الفور تم إدخال السيدة للعمليات لإخراج تلك المواد الغريبة من ساقيها، وكانت الآلام التي عاشتها السيدة درس كبير لها. رابعا، الإمساك. في الصين عانى شاب يبلغ من العمر 22 عام من مرض نادر، وهو الإصابة بالإمساك منذ ولادته. ذهب للطبيب بعد فترة من معاناته بألام شديدة وانتفاخ بمعدته، وهناك أوضح له الطبيب أن لديه ورم بمعدته. دخل المريض للعمليات وتم إخراج ذلك الشيء الذي يشبه الحلزون من معدته. أدهش هذا الشيء الأطباء وخاصة من قاموا بإجراء العملية. كانت أمعاء الشاب متسعة جدا يبلغ عرضها 26 سنتيمتر. أخرج الأطباء 16 كيلوغراما من الفضلات من معدته، ونشر هذا الخبر في موقع أخبار بالخارج ولم يذكروا اسم الشخص. كما أوضح أن أمعاءه قد انتفخت نتيجة مرض يصيب الأمعاء الغليظة. وقال من شاهده من الأطباء بأنه كان مثل المرأة الحامل بشهرها التاسع، وأن معدته كانت على وشك الانفجار. وأوضحت الاختبارات التي قاموا بها أن الفضلات قد تجمعت لسنوات في الجزء المنتفخ من أمعائه. شكرا لكم لمتابعة الفيديو، ولا تنسوا الإعجاب به والاشتراك بالقناة.